ازي حضرتك يا استاذ ماجد؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. طيب ربنا يخليك. عامل لنا عروض حلوه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نقول للناس الاول احنا فين. احنا هنا في ستيفانو في اركيديا مول على كورنيش النيل. تمام. احنا دلوقتي في الدور الثاني. هل ستيفانو الدور الثاني؟ ايوه. بعد ما نخلص هنا ننزل نتفرج على الدور الاول. تمام. هنا عرض لوحده وتحت عرض لوحده. الفيديو مش عارف ينزل لحد يوم السبت. يعني من لحظه نزول الفيديو لحد يوم السبت لغايه يوم السبت. هو النهارده ايه؟ النهارده الاثنين. النهارده الاثنين هنزل فيديو بكره، يبقى لغايه يوم السبت العرض ده. ملوش وقت. طب تمام. سواء المحل هنا او المحل تحت. تمام. طب اتفضل بقى قول لنا العرض ايه. انا هعمل عرض فيه العرض اللي هو الثلاثه ب 1000. الثلاث قطع ب 1000. والثلاثه ب 1500. والثلاثه ب 1500، يعني الثلاثه ب 1000 هتقف القطعه تقريبا 350 325 تقريبا. 330. و 1500 قطعه تقف فيه 500. حلو قوي. كم موديل بس اللي هم اللي بره العرض اللي هم ب 750. استاذ ماجد منزل لنا شغل جديد والحاجات دي كده. بصوا ده كده اللي هو خارج العرض يا استاذ ماجد. ده اللي هو 750. ده اللي ب 750. بصوا البطانه بتاعته. ده اللي هو الجي بي. والتفاصيل بتاعته محترمه جدا. وفي سوسته جانبيه للجيب. دي الوانه دي واحد ما شاء الله. في اللون المستردة والكشمير والنبيتي والزيتي. كده اربع لون. تمام ما شاء الله. اي حاجه مكتوب عليها جي بي اللي هو يبقى فرنساوي. تمام. ده واحد. التاني اهو. ده جميل، ده انا بحبه قوي ان شاء الله. ده برضو اهو عليه جي بي. ده اربع الوان. 750. ده واحد. 750 لوحده. بس قلنا الكشمير اربع الوان والزيتي والجري. تمام. ده الموديل الثالث. بصوا الله ده جميل قوي، ده حلو قوي. ده الجي بي الفرنساوي. ده بقى في منه اشكال كتيره، ترفوف كده من جوه وكابوتونيه. في منه طويل بس ده مش داخل ده مش داخل العرض. 750 قطعه اللي احنا بنتفرج عليها. هم اربع موديلات. هتفرج على الموديل الرابع. عشان بعد كده ناخد المحل كله. تمام. الله حلو قوي ومقاسه تحفه. الله ده حلو قوي ده. تمام. تحفه. ده تحفه. ده الوانه ايه؟ ادي واحد اثنين ثلاثه. واحد اثنين تلاتة. ده جميل قوي 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 ومقاسه رائع. بره العرض بس النهارده هدخلها معاكي. تمام. زي ده هيبقى اللي هم التلاتة ب 1500. التلاتة ب 1500. بص بقى ده بسم الله ما شاء الله حلو قوي. ما شاء الله جميل ولونه شيك قوي. دول كده داخل العرض بتاعنا التلاتة ب 1500. الله. بصوا التايجر ده برضو. وبرضو يا جماعة على فكرة عايزة أقول لكم المقاسات حلوة ما شاء الله، يعني في حاجات هنا تلبسني وده يلبسني برضو ما شاء الله. هنقول يلبس 90 100 اكبر حاجه، صح يا استاذ ماجد؟ تمام. تمام. بصوا ده برضو. الله ده شيك قوي برضو على دلوقتي في عرض اللي هو الثلاثه ليجن كده شيك قوي. 1500 جنيه. تمام. بصوا ده جميل برضو قوي. ابيض ده شياكه، في منه الابيض والاسود صح؟ العرض الثلاثة ب 1500. ده جميل برضو قوي. الثلاثة ب 1500 العرض اللي احنا بنشوفه دلوقتي، عشان لسه معانا عرض تاني الثلاثة ب 1000. الله بصوا الشياكة. هيجي في ده هقول لك عليه. تمام. بصوا برضو التايجر ده ومقاساته حلوة على فكرة ما شاء الله، ومتبطن فرو اهو اهو. بصوا جميل ما شاء الله. بص ده بقى ده نصين كده. اللون المنت ده في لونين تاني ورملي. تمام. بصوا الدي جي ده ديور جميل والوانه تحفه، في منه الزيتي ده وفي منه اللون الاورنج كمان. بصوا بقى الجلد ده كبير يا استاذ ماجد. تحفه يا جماعه بجد. بصوا الشياكه حاجه يعني ايه برضو بناتي. الجلد برضو ده داخل معانا، ده جلد طويل بحزام وسوسته جانبيه مش سوسته من النص. ده كده العرض الثلاثه ب 1500 لغايه دلوقتي. تمام. بصوا الله انا بحب الرسمه دي برضو ما شاء الله. ايوه دي الخامه اللي انا مش عارفاها جلد ولا ايه. مش عارفه لها حاجه بس عايزه اقول لكم بجد تحفه تحفه تحفه، حلوه قوي ما شاء الله. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. شيكة حاجة روشة قوي على جيب كده في مناسبة حلوة قوي. ده يمشي مناسبة جدا، يمشي السهر بالليل، يمشي الاعياد ميلاد. جميل. وفي برضو واحد استاذ ماجد هيجيبه حلو. ايوه هو ده. وفي منه الاسود بتاعه. بصوا جميل، في منه السيلفر والذهبي والاسود ما شاء الله جميل. ده في عرض الثلاثة ب 1500. تمام.
في السودا برضو جلده ومتبطن فرو، ده شيك قوي. في منه اللهفان وفي منه الاسود، التلاتة بألف. اه ده طري وجميل، ده حلو قوي وينفع للسن المحير برضو، هاي وست كده. الله، شايفين الشياكة؟ التلاتة بألف. اه برضو عندنا تشكيلة حلوة فيها، هنشوفها برضو مع بعض. احنا اللي بيجي في ايد استاذ ماجد بيقول لنا عليه. وده سويت شيرت جوخ، ده جاكيت، ده اه يعني بصوا تحفة تحفة، الله اكبر يعني بجد. ده ابيض بس يا استاذ ماجد، ابيض و... واحمر وكافي، في اسود كمان. تمام، ده الحاجات دي بقى يا جماعه اوفر سايز شغال. لو لو حد عايز مقاس كبير برضو دي فيها 3 ب 1000 الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. تمام، بصوا جميله تلبس ما شاء الله، حلو قوي. تمام، بصوا شيكه، عايز اقول لكم شيك قوي قوي، حاجات بناتي وفي حاجات ما شاء الله ما شاء الله، يعني شياكه قوي النهارده. اللي هي ب 3500 البليزرات بقى طبعا معانا، الجواكت 3 ب 1500 اللي هو جوه، دي الوانه كلها. اه بص كل دي كده الوان، دي 1 2 3 4 5. تمام ماشي، ده اللي هو تبع ال 3 ب 1000، ده تبع ال 3 ب 1000، حلو قوي ده برده ما شاء الله، شيك قوي. الاثنين طبعا، والهافون كمان جميل جميل قوي. عندنا تشكيله حلوه في عرض ال 3 ب 1000، ولسه هنشوف فيها تشكيله ثانيه. 3 ب 1500 الجواكت، اه وبرده زيه التايجر اللي وراه، تشكيله التايجر دي كلها. اه دي الحاجات دي 3 ب 1000، دي 3 ب 1000، ده جميل قوي ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني بسم الله ما شاء الله، بصوا اه ده بطانيه، ده حلو قوي. بصوا جميل ده قوي قوي. اه جي بي وفي عرض ايه؟ 3 ب 1000، الله حلو قوي. طب ده ايه؟ جي بي ده طويل، ده طويل اللي هو عرض الايه؟ هنمشيها 3 ب 1000. ده طويل يا جماعه، فرو وبطانيه ما شاء الله، ده كده في عرض 3 ب 1000. تمام، وده برده 3 ب 1000. تمام، الله بص اللون ده ما بنلاقيهوش اصلا، باربي كده، عروسه باربي. ده 3 ب 1000 برده؟ اه بصوا ده شال بقى، يلبس معانا الوزن اللي انت عايزاه لغايه 200 كيلو يلبس ما شاء الله. ده الساده بتاعه اهو، وفي الساده منه برضو، وفي الكرو، وفي الكرو اهو، اشكاله تحفه. والحاجات دي كلها تلبس يعني، تلبسيها على اي بيزك عندك. قمر، شايفين القمر ده جميل قوي، ده شيك قوي، ده حلو قوي. ده الوانه الهافان والاسود والجري الغامق، حلو قوي ده برضو. ده في عرض ال 1500. تمام، الثلاثه ب 1500 ما شاء الله. احنا في اركيديا يا جماعه على كورنيش النيل، بعد الاذاعه والتلفزيون. ترنجات، اه ترنجات خروج دي بقى شياكه قوي. عرض الايه؟ 1500. الترنج بتحسب قطعه بجد والله يا جماعه، انتوا المستفيدين، انتوا متخيلين الشياكه؟ جميل. استاذ ماجد جاب عليهم شغل جديد، بصوا الجراي بتاعه عظمه ازاي، وكل يوم بقى في شغل جديد بالظبط كده. الله، الاسود بتاعه حلو قوي ما شاء الله، تسلم ايدك يا استاذ ماجد، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن سوقهم يا رب. بصوا الكاميرا بقى والحاجات دي، مش قادره اقول لكم الترنج ده بيتسال عليه قد ايه ما شاء الله. يعني ده جلد طويل، 3 ب 1500، 3 ب 1500 وليه شداد من على الوسط كده عشان يبقى عامل زي الدراس عليك. الله حلو قوي ده، ده تحفه مع بوتي يا جماعه، تحفه. نكمل، ده 3 ب... هنا 3 ب 1000، تبع 3 ب 1000، هنا تبع 3 ب 1000. بصوا طويل وباستك من تحت. تمام، والوان بقى ما تلاقيش على كده، الوان منه كتير. بص ده من غير استك زي شميز كده كارو، بس بكابي شو، ومقاساته حلوه، الاحمر في اسود بقى والترند بتاعه ما شاء الله. تمام، ده كده عرض ال 3 ب 1000. اه بصوا تمام، الله دي جميله قوي، دي حلوه. بصوا طويل طويل طويل، وال 3 ب 1000 حلو قوي. بصوا برضه ده 3 ب 1000 ما شاء الله. بوت بقى على الحاجات دي شياكه، بصوا برضه دي جميله ما شاء الله. تمام تمام، اه
ليجن وبوت شياكه يا جماعه والله ما شاء الله. عايز اقول لكم في حاجات كتير استاذ ماجد بيعديها، انتوا لما تيجوا تتفرجوا على بالظبط في شغل كتير يعني صعب ان احنا نطلع كله في فيديو واحد. ربنا يديك الصحه يا استاذ ماجد. انت لما تيجي هتلاقي في شغل كتير احنا مش بنصوره، فتعالي وهتلاقي حاجات تانيه انت محتاجاها بجد. 3 ب 1500 يعني ده بيتحسب طقم ب 500. اه بصوا يعني طقم جلد ب 500. ايه الشياكه دي؟ بسم الله ما شاء الله حلو قوي، وفي اشكال كتير منه يا جماعه على فكره. كل الجواكت دي معانا اللي هو العرض اللي هم الثلاثه، الثلاثه ب 1500 كل الجواكت، الجواكت الثلاثه ب 1500 اللي هم هتبقى الثلاثه ب 1000 جنيه. الثلاثه ب 1000 داخل في الله ده ال ده اه اللي هو زي بوي فريند على جلد. الله ده في تشكيله تحفه استاذ ماجد جايبها لنا، جايب لجنات مع ست كبيره من ضمن الثلاثه ب 1000. اه بصوا ده ليجن كبير لكره كده وثلاثه ب 1000 تمام. ممكن تشكلي بقى بنطلون على حاجه من اللي شفناها هناك يعني، بصي براحتك خالص تمام. وطبعا الحاجات البيزك موجوده معانا 150 القطعه ب 150 في كل البيزك يا جماعه تمام. اه طويل قصير مقفول مفتوح قطعه ب 150 وكل الالوان موجوده زي ما احنا شايفين تمام. وفي منهم اللي كمه فانوس كمان اللي هو الكم الواسع موجود معانا او في ايده اهو. طب البناطيل الجينز معانا في عرض ايه يا استاذ ماجد؟ القطعه ب 250 معانا المخربش ده ومعايا البوي فريند كمان. اه بناطيل الجلد هنا، بناطيل الجلد دي كلها للسن ده كله بالجيبات الجلد، بالجيبات الجلد قطعه ب 150. اي بنطلون جلد واي جيب جلد هنا القطعه ب 150 تمام. ثلاثة ب 1000 1500 تمام. 1500 تمام. طبعا العرض ده 3 ب 1500 اللي احنا بنشوفه دلوقتي تمام. اه بصوا الكم بتاعه عليه شغل ازاي. اه الله على المقاسات، مقاسات بيج سايز على فكره المقاسات دي، مقاسات حلوه. اه ده مقفول من فوق بزراير ونازل على مفتوح على فكره، حلو قوي تمام. حلو قوي ده برده، ده في منه الوان على فكره يا جماعه، في منه الاسود وفي منه الهافان اللي احنا شفناه ده، وفي بقى الجاكيت النصين ده برده، ده كله ب 1500 ها تمام. الله ده كبير، ده لسه جاي جديد. بصوا ده 2 اكس ده داخل معانا ضمن العرض، ده جلد حلو قوي. الثلاثه ب 1500 يا جماعه. بصوا ده كارو طويل جاكيت 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 اه بالطو. بصوا جميل قوي ده ما شاء الله تمام. الله 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 حلو قوي، استك من تحت اه جميل ما شاء الله. كل ده هو 3 ب 1500 جميل برضو ده قوي ما شاء الله تمام. الجلد طبعا معانا جلد كله جي بي مبطن، جلد كله جي بي ومبطن اه مبطن فرو اهو تمام. ده داخل معانا العرض اللي 3 ب 1500 بس ده تحفه، ده حلو قوي. ده كان في منه القصير يا استاذ ماجد، ده كان شايفين لا في منه القصير اه في منه القصير اللي صورناه قبل كده، ده الطويل بتاعه بقى لو واحده محجبه عايزاه، ده جميل قوي برده. كل الجواكت عند استاذ ماجد مبطنه من دول تاني اهو، بس ده برده جميل حلو قوي حلو قوي. استاذ ماجد النهارده بجد عنده جواكت تحفه. بصوا الالوان دي يا جماعه، الالوان دي شيك قوي. ده اللي ب 750 اللي في ايده اه اللي في ايده اللي هو بيقفله ده ده ب 750 تمام. طبعا 1500 الله ده حلو قوي ده برضو. امسك الخيط، هو طري قوي وناعم، خامته ناعمه. بصوا الكتف من هنا جميل، ده لون تاني منه حلو قوي. بصوا الجراي بتاعه شيك قوي والاسود، لا الموديل ده عظمه حلو قوي ما شاء الله. بصوا ده بقى بصوا الشياكة، استاذ ماجد لما يجيب لنا حاجة فيها شغل وشيك. بصوا القط بقى اللي هو الفرو ومنفوخ وطويل ب 1500 ضمن العرض، الثلاث قطع ب 1500 يعني القطعة داخل العرض ب 500. انتوا متخيلين الشغل ده ب 500؟ ده كبير، ده بيج سايز، ده حلو قوي ما شاء الله. وداخل معانا برضو الوتر بروف اللي مسكه والالوان الجنجار اللي تحت دي الفسفورية والدريسات كمان. دريسات ايه بقى؟ ده 1500 تلاتة. 1500 الثلاث قطع هو باين انت ماسكه ما شاء الله. شيليه شيليه بسم الله ما شاء الله. لا والله باين وانا بسم الله ما شاء الله. ايوه ايوه ما شاء الله، تقيل وحلو قوي ده. اربع الوان وتلبيسه شيك على فكره، واحد اسود اهو اثنين
ثلاثة أربعة خمس ألوان. الفكرة في كام نمرة هنا عند أستاذ ماجد، هو كل حاجته حلوة بس فعلا في كام نمرة النهاردة مميزين جدا. بصوا وانت بتتفرجي على الفيديو كده ركزي، هتلاقي في حاجات حلوه فعلا وفي حاجات ما اتعرضتش لما تيجي هتشوفيها بنفسك. تعالي خدي جوله في المول، انا اديت لك وصفت لك البوابه كده والمكان بتاع استاذ ماجد، هتلاقي فيه احتفالات كريسماس. تعالي هتغيري جو وهتلاقي شغل رائع بجد. بصوا بقى ده لو واحده مليانه شويه بيلم الدنيا، حلو قوي ده. ده جميل برضو ده. ده ايه ده؟ خامته ايه؟ جبردين. جبردين ومبطن. ده مبطن يا استاذ ماجد، حلو قوي ما شاء الله. مبطن، انا ماسكاه مبطن. اربع الوان الموف والمنت، ثلاثه والاسود ولون الكشمير. تمام. ده ب 1000 جنيه. ده الثلاثه، الله، ده في عرض الثلاثه ب 1000. ده تحفه، ده حلو قوي، حلو قوي قوي ده. وده معانا عرض الثلاثه ب 1000. تمام. ده الثلاثه ب 1000، ده جميل، ده انا بحبه برده قوي ما شاء الله. تمام. ده الثلاثه ب 1000، وده برضو الثلاثة بألف، برضو ده شيك قوي جميل. اه حلو قوي يا استاذ ماجد، عندك بصراحة النهاردة حاجات عظمة حلوة قوي وعملنا عليها عروض حلوة. الثلاثة بألف وخمسمية. ده الثلاثة بألف وخمسمية، دي الخامة اللي عجباني. اه ده انا طلعت في مع ناس تانية مع الثلاثة بألف، بس انا كنت غلطان فيه، ف اه انا بصح المعلومه دلوقتي معاك انت. الثلاثة ب 1000. تمام. الثلاثة ب 1000 في ده يا جماعه، الثلاثة ب 1500. لكن كل ده اه الثلاثة ب 1000 كل الشغل اللي احنا شفناه الثاني، انما اللي عامل زي الجلد ده الثلاثة ب 1500. الثلاثة ب 1000 جنيه، 1500. بص ده الثلاثة ب 1500. ماشي. تمام. دي في منه ألوان. دي كلها كده ألوان. طب دول تاني. بص خليني أجي لك أقرب شوية. بص الله، ده خامته تحفة وطري. جوخ. أه وطري، جوخ وطري مش منشي. بص يا جماعة. الله حلو قوي. ماشي. دي بردين. دي الوان الجبردين، الوان الجبردين. اه اربع الوان. بصوا ومبطن كل الجبردين مبطن يا جماعه، الثلاثه ب 1500 كل الجبردين مبطن. وقلنا جواكت الجلد اسمها ايه، البناطيل الجلد والجيب ب 150. ده كل ده اللي هو الثلاثه ب 1000. الثلاثه ب 1000. تمام. الثلاثه ب 1000 معانا. كل ده 3 ب 1000 جنيه. ده كده بلوفر حلو قوي برده ب 1000 ومقاسه حلو ما شاء الله، حلو قوي يا استاذ ماجد، تسلم ايدك. الثلاثه ب 1000 جنيه. تمام. بصوا جميل حلو. ومقاسهم حلو، في حاجات استاذ ماجد بيطلعها مقاساتها حلوه وبجد الموديلات النهارده روعه. هو كل مره برده الموديلات روعه بس النهارده فعلا في كام حته استاذ ماجد جايبها جديده مميزه. بصوا برده ده جميل، ده ب 1500. الزبرة ده تحفه حكايه، ده حلو قوي. اه بصوا دول برضو، ده داخل فيهم جلد يا جماعه. ده 3 ب 1000 دي كلها. وده الثلاثه ب 1000. ده ب 1500. اه الحاجات الجينز دي ايه؟ الثلاثه ب 1500. الثلاثه ب 1500. تمام. بصوا ما شاء الله. تمام. اه هنا برضو الثلاثه ب 1500 جلد يا جماعه ومبطن. اه وفي الهافان كمان. تمام. ماشي. بصوا ده عظمه، ده حلو قوي ما شاء الله. عايز النادره. بصوا ده برده شيك قوي وفي تلبيسه شياكه، في لقط كده حلوه. بصوا الابيض الفرو ده داخل فيه جلد والحاجات دي كده. الثلاثه ب 1000 والله. وده الثلاثه ب 1500. تمام كده نشوف الحاجه ديت عشان ننزل تحت. تعال. 3500. الثلاثه ب 1500 الجلد في التايجر، ده جلد في تايجر. اه انا هنزل تحت معاكي. هطلع موديل او موديلين واعتمد على روعه عليك انت بقى تطلعي موديلات. هطلع ازاي؟ لا ما حدش يصور معاكي. انا اكتر من كده مش هقدر اعرف رجليا النهارده. ربنا يديك الصحه يا استاذ ماجد. تمام. اه ده لفت نظري وانا داخله، ده على بوت كده مع الحزام بتاعه، حلو قوي حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. بص ده برضو جميل ما شاء الله. استاذ ماجد انت النهارده عندك تشكيله مميزه بصراحه. الحمد لله، ربنا يحسن سوقهم يا رب. بصوا ما شاء الله تحفه، حلو قوي. بصوا يا جماعه ننزل. اه هنتفرج على المحل تحت عشان المحل تحت عامل فيه النهارده عرض. تمام. خمسه ب 1200. الخمسه ب 1200 تحت. الكلام ده تحت. يعني القطعه تقف بكام؟ تحت. انا احنا بنتكلم على المحل تحت. ايوه معاك. المحل تحت اللي هو في الدور الاول يا جماعه. اه احنا كده خلصنا هنا اللي انا بتكلم عليه دلوقتي، الخمسه
تحت في المحل تحت اللي هننزل نتفرج عليهم. اه خمسة ب1200 تحت. اه وال10 ب2000 وال20 ب3500 جنيه. تمام ما شاء الله حلو قوي. كملوا الفيديو معايا عشان نشوف العروض اللي الاستاذ ماجد قال عليها دي فيها ايه بالظبط ومحتواها ايه. كملوا ولما تيجوا بصوا يا جماعه عندنا بجد هنا احتفالات كريسماس جامده جدا جدا جدا. هاتوا ولادكم تعالوا خشوا عند الاستاذ ماجد شوفوا الشغل شوفوا العظمه اللي هو عاملها وما تنسونيش في اللايك والشير. احنا هنا بقى في المحل في الدور الاول ستيفانو. تمام عروضنا بقى ايه هنا نكررها تاني معلش. هنا القطعه 300 القطعه ب 300 وال 5 ب 1200 5200 يعني القطعه تبقى واقفه بكام؟ 240 تمام. وال10 ب 2000 وال10 ب 2000 يعني ب 200 جنيه ب 200 في قلب يعني القطعه ب 300 اه 5 ب 1200 ايوه والقطعه واقفه ب 240 تمام وال10 ب 2000 جنيه القطعه تقف في 200 تمام. وعامل عرض ال 20 ب 3500 3500 القطعه تقف داخل العرض برده بكام؟ 175 طبعا. انت لو عروسه وبتجمعي هتلاقي نفسك خلصتي كل اللبس بتاعك. وقت ما هيجوا هيكون في تشكيل هنا زائد يعني في حاجات تكون اه في شغل جديد نزل ما صورناهوش. اه في حاجات منه هننزلها علينا. طيب العرض بتاعنا من لحظه نزول الفيديو لغايه يوم السبت ملوش وقت. تمام. طيب انا شايفه هنا في اه جواكت وداخله في العرض معانا دي ما شاء الله يعني هو في المحل. اه هنا طبعا العرض تبع العرض تمام هو في المحل. اه بصوا ده اللي هو النصين الله وبرده ليه شداد ده حلو قوي. بصوا برده الحاجات دي جميل. اه ده جلد والنص التاني اللي هو القارو في منه بحزام وفي منه بشداد وفي منه طويل وفي منه قصير. وفي بقى الجواكت اللي احنا قلنا عليها فوق دي دي متبطنه. ايوه متبطنه فروه اهو داخله معانا ضمن العرض. أوه. تمام الوانه بقى كلها زي ما احنا شايفين. وفي برضو القطعه دي بصوا دي بصوا دي زي اوفر سايز كده تحفه حلوه قوي 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 شيك قوي دي. تمام صورة الشغل ده داخل معانا. تمام اه ما شاء الله ده حلو قوي. دي الفتله التركي يا جماعه الشغل ده الشغل التركي. اه ده ثلاث الوان بصوا. تمام بصوا ده لون تشكيله فساتين بقى. اه لونين ده كده لونين. وفي الموديل الكارو ده برده وفي اشكال كتير عايزه اقول لكم كل دي تشكيله في صوف اهو في كمان على جلد تشكيله حلوه داخله معانا في العرض. بصوا كده اللي في ايد استاذ ماجد دي وسط برده كده كل ده كده في منه الوان. تمام شغل الصوف وال ده قطيفه بقى والشغل بتاعهم. استاذ ماجد ده يلبس كام يعني ده مش معمول ده 44 44 ده هنقول يلبس لحد 75 80 والقطيفه خدوا بالكم بتمط يعني ممكن يلبس اكتر. تمام طبعا شغل الصوف ده برده دريس صوف موجود معانا ضمن العرض ما شاء الله. وبرده الحاجات الجلد الطويله دي داخله معانا في العرض. بصوا جميل قوي ده سامبل كده في تشكيله وفي الوان. الجلد عند استاذ ماجد تقريبا كل الالوان موجوده حتى المانت بتلاقيه موجود فيه ما شاء الله. تمام بصوا ده حلو قوي ده برده طويل الله ده نصين جلد وزيبرا كده شيك قوي ما شاء الله. وبليسي من بليسي من تحت يا جماعه برضه ده كارو صغير. اه بصوا الخيمه حلوه ما شاء الله ده نص جلد ونص كارو. تمام بس ده زي ما يكون لابسه عليه جاكيت برضه ده حلو قوي ده جميل 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 ما شاء الله. وفي بقى الخامه البراش معانا في برضه الوان وما شاء الله البراش على فكره بتلبس يعني ده دريس ادوار كده. تمام بصوا ده جميل ده برضه داخل فيه جلد والكارو ده في منه اللون ده وفي منه الزيتي كمان. تمام بصوا ده الله ده روش قوي ده حلو. تمام بصوا وفي برده السويت شارت اللي زي كده ده مهير حلو قوي واشكال شيك قوي. اه انا مش عايز اطول عليك والله يا استاذ ماجد. بصوا كمان التايجر ده حلو كل الشغل ده داخل معانا ده من العرض اللي هو الخمسه قلنا الخمسه ب 1000 ب 1200 وال10 ب 2000 والعشرين ب3000 تمام 3500 ايوه. بصوا ده برده دريس كده حلو قوي ده كاجوال كده جميل. بصوا في جيبات جلد بليسيه
موجود ايه للناس اللي بتسال؟ النبيتي والكافيه والزيتي والاسود. بس هو برضو في برضو كده موجود وفي برضو كده. تمام بصوا جميل ده برضو حلو قوي. بصوا تمام الوان جديده حلو قوي تشكيله روعه. طبعا التايجر ما بنستغناش عنه، ما فيش تقريبا ست ما عندهاش تايجر في دولابها. التايجر ده شياكه يعني. بصوا برضو الرسمه دي شيك قوي وبنانيتي قوي الدريس ده حلو قوي. بصوا شغل التريكو برضو موجود معانا الناحيه الثانيه داخل معانا ضمن العرض، كل حاجه موجود منها الوانها يا جماعه ما شاء الله. تمام بصوا ده دريسات برضو منقوش كلها، وفي حاجات شفناها ساده وفي حاجات برش وفي حاجات على جلد، في تشكيله رائعه اهو. ده زي ده كده جلد دوار عظمه بجد ما شاء الله. في بقى الحاجات اللي هي زي كده دي بصوا ما شاء الله حلو قوي، دي على بطن ليجين كده شياكه، وفي برضو منها الوانها. في بقى التايجرات الخفيفه دي برضو حلوه زي ميني دريس كده. تمام وبرده عندنا هنا الجواكت الجوخ دي برده دي شيك قوي ما شاء الله. كل الشغل ده يا جماعه احنا هنا عند ستيفانو مول اركيديا، لو هتيجي هتيجي على الكورنيش صف الاذاعه والتلفزيون ستيفانو، اول ما تدخلي ترفعي وشك فوق هتلاقيه، وفي اول ما تدخلي في نفس الدور ستيفانو. هسيب لكم الرقم للي مش عارف يوصل يتواصل مع استاذ ماجد. بصوا بقى ده صوف برده حلو قوي، ده في منه الوان يا جماعه على فكره. تمام وبرده في الشغل ده طويل، ده قطعتين حلو قوي ما شاء الله، ده قطعتين يتحسب في العرض قطعه واحده. طبعا الجواكت بقى دي بصوا الجواكت دي اهي مبطنه فرو ووتر بروف من بره، داخله معانا كل ده كده في العرض ما شاء الله حلو قوي. بصوا برده ده جلد نصين وبشداد، بصوا شياكه جميل جميل جميل. برده هنا برده معانا ووتر بروف موجود، بصوا كمان الجلد في التايجر ده جلد بني معنا برضو. الحاجات الفرو دي حلو قوي، ما شاء الله. سويتشيرت اي سويتشيرت معانا بالقطعه ب 150 اي سويتشيرت تشكيله، بصوا فوق وتحت. تمام حلو قوي تشكيله له تحفه يا جماعه. الله الجلد ده بقى بيلبس. بصوا برضو ده بصوا الحاجات دي، ده مش جلد ده شيك قوي برضو حلو. انا برضو تشكيله الصوف زي ما احنا شايفينها، بصوا اشكال تحفه يا جماعه والله. بصوا ده كمان مقاسه عظمه، شايفين المقاس وليه شداد من تحت. كل الشغل ده كده ما شاء الله تشكيله رائعه رائعه بجد. استاذ ماجد يعني مميزنا بالموديلات الجميله بالموديلات الشيك، وكل الشغل ده داخل معانا ضمن العرض. شايفين الجواكت دي داخله معانا ضمن العرض اللي هو الخمسه ب 1200 والعشره ب 2000 والعشرين ب 3500. دي برده بصوا ده جاكيت ووتر بروف حلو قوي ان شاء الله ومتبطن يا جماعه كل الشغل ده. بصوا كمان الحاجات اللي هي الجلد دي، جلد مدي الوان كده طيف تحفه، اشكال جامده جدا جدا. جواكت جلد برده داخله معانا ضمن العرض تشكيله حلوه قوي منها، والالوان بتاعتها حلوه. خدوا بالكم الجلد اللي سعره حلو عند استاذ ماجد ده برده بيقعد معاكي من السنه للسنه وبيتورث زي ما احنا متفقين، تشكيله مميزه جدا. دي بدله على بعضها يا استاذ ماجد؟ طيب بصوا تتحسب قطعتين، تتحسب قطعتين. تمام بصوا ده كده طقم على بعضه، ده تايير بصوا القطعه بتاعته هاي وست اهي، ودي جو. تمام دي كده تتحسب معاكي قطعتين. بس عايزه اقول لكم شيك قوي ما شاء الله تحفه بجد بجد. استاذ ماجد النهارده دلعنا ميزنا بالموديلات وعمل لنا عرض جامد جدا جدا. طبعا تعالي كده اتفسحي وتمشي هنا في المول، وتعالي خدي كل اللي انت عايزاه، هاتي ولادك وتعالي، الشغل رائع بجد. الله اكبر، ربنا يا رب يبارك ويزيد يا رب. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.